والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شكرا الحقيقة أنا سأختصر ما أحب أن أنصح به يكون لهم البشرية من خلال العمل الخير. أول نصيحة هي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات نسخية. مين البعض اللي مرفوع على البعض؟ كل واحد ربنا وهبه شيئا لم يهبه إلى الآخرين. والأصل نصيحة لكل من يسمعني أن نحاول أن نكتشف في أنفسنا ما حبان الله من صفات خاصة. وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، ومن أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، فإنما كان يوجه هؤلاء الشباب الذين حوله إلى ما اجتمع فيهم من صفة خاصة. مرة أراد أن يعلم ما يقوله فيه يهود المدينة، فجاء بزيد بن ثابت وكان عمره 14 سنة، مش بنتكلم على 20 ولا 21 ولا 25، وقال له إني لا آمن يهود على ما أكتب، فتعلم العبرية. جلس زيد 17 يوم فجاء متقنا لها. الله سبحانه وتعالى حبانا بصفات مختلفة، وهذه الصفات هي التي يجب أن نكتشفها في أنفسنا. وبالتالي أول خطوات العمل الذي يجب أن تنصب نفسك فيه أن تعرف ماذا اكتنزت البشرية من خبرات وعلم، أن تقرأ، أن تتعلم. أذكر نفسي وإياكم بقولة لنابليون بونابرت لما سألوه كيف ست أوروبا وكيف كنت تسوس جندك، قال كنت أجيب بثلاث عن ثلاث. بيقول إيه؟ من قال لي لا أعرف قلت له تعلم، ومن قال لي لا أقدر قلت له حاول، ومن قال لي مستحيل قلت له جرب. كلمات من قائد استطاع أن يحول أوروبا أو من حول فرنسا إلى قائدة لأوروبا. وأنا أقول إنه البشر خلقوا مختلفين ليتكاملوا، وخلقوا لكي يعلموا أن الله سبحانه وتعالى يبتلي بعضهم ببعض. أبونا آدم عليه السلام أبو البشرية إنما فضل على الملائكة المقربين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها. فابدأ طريقك، بلاش الفهلوة، بلاش بعرف كل حاجة في كل حاجة. طريقك يبدأ بأن تتعلم وأن تصبر على العلم. وأحب أن أختم فأقول، لأن هناك من يجب أن تستفيد من وجود هنا خبرات متراكمة على مدى سنوات طويلة، أحب أن أختم فأقول ثلاث نصائح يمكن يتسق بعضها بقلوب وأسماع من يسمعني. اصحى بدري، في كتاب أنا بنصح الإخوة يشتروه ويقرؤوه لمؤلفة هولندية بتقول What are the most successful people do before breakfast. ودرست حياة CEOs و President وقالت إن هؤلاء تعودوا أن يستيقظوا في الخامسة أو الرابعة أو السادسة صباحا، وكما قال صلى الله عليه وسلم بارك الله لأمتي في بكوريا. دي نصيحة أولى.
النصيحة الثانية، حاول أن تتعلم لغة من لغات البشر مرة وتتقنها مرة كل 5 سنوات. لو تعلمت لغة قوم عرفت كيف يمكن أن تتفاعل مع هذه البشرية العظيمة التي وضع الله سبحانه وتعالى فيها روحا من أمل. النصيحة الثالثة والأخيرة، ادرس تاريخ وحضارات الأمم والشعوب. اقرأ أي كتاب في التاريخ لأي أمة في العالم وسوف تستفيد، لأنك ستضيف لعمرك آلاف من السنين من خبرات البشر التي تتكرر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. جزاكم الله خير دكتور حسام. نؤكد على ما قاله دكتور حسام قبل أن يبدأ الدكتور خالد الخليفة. لابد أن يكون لكم دورا في العمل الإنساني بكافة أنواعه، شئتم أم أبيتم. ده مش هزار. عندنا منطقة في المنطقة العربية 40 مليون نازح ولاجئ. التطوع دلوقتي ما هواش نزهة، التطوع أصبح فرض عين، فرض عين، فرض عين، وليس فقط. لابد علينا أن نغير مفاهيم المصطلحات، مفاهيم المصطلحات أنتم ونحن نغيرها لكي ندخل مع أخونا خالد خليفة في التحديات والفرص أمام الشباب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا جزيلا أستاذنا دكتور هاني، يطيب لي أن أكون مع حضراتكم في دوحة العرب في مكان قريب جدا إلى قلبي، ولنا شراكات وشركاء نعتز بهم في دولة قطر. وبعد كل الأحاديث التحفيزية والكلام الجميل الذي سمعناه، أنيط بي أن أعيدكم للواقع، للتحديات، للمشكلات التي يواجهها الشباب. في عام 2015 و2016، في عامي 2015 و2016، قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين باستشارات للشباب. الاستشارات دي جمعت تقريبا، أو المشاورات دي جمعت 1200 شاب وشابة حول العالم ومن 22 دولة، وتمت نقاش قضاياهم واهتماماتهم. ثم نتج عن تلك المشاورات تقرير هام جدا يلخص تحديات الشباب، اسمه الشباب هم الشباب. أتفق وأختلف مع هذه المقولة. الشباب هم الشباب من حيث الحقوق والواجبات، لكن لا أتفق أبدا مع أن الشباب هم الشباب من حيث التحديات. الشاب الموجود في الغرب أو في الدول المستقرة يختلف تماما واقعه عن الشاب الموجود في فلسطين، الشاب الموجود في غزة، الشاب الموجود في اليمن، الذي يعاني أيام وأيام لمجرد حق لا نشعر به أحيانا، وهو مجرد أنك تسافر. يعني هذا حق بسيط جدا جدا. يعني يختلف عن شاب عنده باسبور أوروبي كل مشكلته في السفر أنه هو يشتري تذكرة ويسافر، ما في أي شيء آخر غير ذلك. فأعتقد أن التسوية بين الشباب في التحديات غير منصف على الإطلاق. منذ عامين كان لنا زميل في الأمم المتحدة، موظف دولي معه باسبور للأمم المتحدة ولكنه من أصل فلسطين من غزة، ومرض أبوه وطلب أن يراه ولم يتمكن من السفر لرؤية أبيه خوفا من عدم القدرة على الرجوع، ومات أبوه ولم يتمكن من حضور جنازته بسبب عدم قدرته على الحصول على تأشيرة للذهاب والعودة مرة أخرى.
وهذا شخص يعمل في الأمم المتحدة له صفة دبلوماسية و و و و هل يمكن تسوية هذا الشاب بأي شخص آخر عنده حرية الحركة وحرية العمل وما إلى ذلك؟ يختلف الوضع تماماً إذا كان هذا الشاب أو هذه الشابة لاجئ، يعني يزداد الأمر تعقيداً. ونحن نتحدث الآن عن 68 مليون شخص حول العالم ما بين لاجئ ونازح، منهم 40% من هذا العدد في منطقتنا العربية في الشرق الأوسط. 40% من إجمالي النازحين واللاجئين في العالم يعيشوا في منطقتنا. هناك دول مثل سوريا، نصف تعداد سوريا بالكامل، 50% من تعداد سوريا ما بين لاجئ ونازح، 25% نازح و 25% لاجئ خارج البلدان. يزداد الأمر تعقيدا عن ذلك لو كان هذا الشاب عديم الجنسية. هناك الكثير من البدون عديمي الجنسية حول العالم، ويخضع هؤلاء لولاية أيضا المفوضية. قد يستغرب البعض حين يعلم أن هناك 10 مليون شخص حول العالم معدومي الجنسية. الروهينجا فقط مليون شخص ومئتين ألف عديمي الجنسية، ليس لديهم أي حقوق، يعتبروا من أبأس الفئات الموجودة في العالم. نحن نتحدث عن الشاب الروهينجي أو الشابة الروهينجية الذين يعيشون دون هوية طول عمرهم. بعض الناس في مخيمات اللاجئين في داداب يولد في المخيم ويعيش في المخيم ويموت في المخيم. خروجه من المخيم نفسه يحتاج إلى تصريح. مجرد الخروج من المخيم يحتاج إلى تصريح، مش الخروج من الدولة. فهناك تحديات مختلفة جدا جدا لا يمكن تجاهلها ولا يشعر بها إلا من يعانيها. يعني من جرب الكية لا ينسى مواجعه، ومن شاهد السم لا يشقى كمن شرب. هناك الكثير من المعاناة، ولا يجب أن نتحدث عن الفرص دون أن نتطرق إلى المعوقات أولا، لأنه قد يواجه هؤلاء الشباب بعد عودتهم الحائط ولا يمكنهم التحرك حتى لو توفرت لديهم الإمكانيات المادية وما إلى ذلك. وختاما، يعني للأسف يحضرني تغريدة كتبها أحد الشباب، قال أنه أقرب طريق إلى السعادة هو الطريق للمقار. أعتقد أن هذا يلخص واقع الكثير والكثير والكثير من الشباب في منطقتنا الذين يحلمون بمجرد الخروج من المكان الذي يعيشون فيه. شكرا لكم. وانا في باكستان الاسبوع اللي فات زرت حتى اسمها بلوشستان. حتى يعرفها يعرفها فعيد. هي تعتبر 50-60% من باكستان صحراوية فقيرة جدا. في 4 ميزات: البرد والجفاف والتراب والتانية الرواية والفقر. باكستان 210 مليون نسمة، 107 مليون شاب. هؤلاء الشباب إما أن يصبحوا ثروة قومية تستطيع أن تبني حضارة، وإما أن يصبحوا شيء آخر نريد أن نسمع عنه. المنطقة العربية فيها 400 مليون، ما لا يقل عن 150-200 مليون شاب ثروة. نحن شعوب غنية، ومن قال أننا فقراء فهو مغرب وهو كاذب. شعوب غنية بكل معاني الغنى، وأغنى ما في شعوبنا أنتم. وما زلت بتحداكم فولو مي. شفتوا قد إيه؟ If you can, you do it. لو استطعتم نلتقي إن شاء الله. ننتقل من التحديات إلى أخونا إياد في اللي هو كيف تكونوا أنتم عصب من على العمل الإنساني الدولي والمحلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. شكرا دكتورنا الحبيب دكتور هاني على الإشارة والإيحاء. وقبل أن أبدأ بالتحدث في هذا الموضوع، أود الإشارة إلى أننا هنا في الدوحة في قطر، وفي هذا اللقاء الذي أرى فيه التزاما أساسيا من دولة أخذت على عاتقها قبل سنتين بأن ترفع مستوى عملها والتزامها وأدائها في المجال الإنساني في القمة الإنسانية العالمية في إسطنبول، والتزمت قطر بأن تساهم مساهمة كبيرة في إثراء العمل الإنساني والخروج به من باب ومن أرقة المؤسسات إلى المجتمع. لذلك التزامنا اليوم في ميشا ومع روتا في هذا الموضوع وفي هذا المجال هو تجسيد وواقع حقيقي لمقولة التحدي من قال فعل، وهذا ما نراه اليوم. لذلك هنيئا للدوحة ولقطر ولهذه المبادرة في دوحة. إن كانت قطر قد قادت هذا الاتجاه وهذا التوجه فلا بد لنا أن نلبي. لذلك كان لزاما علينا أن نترك كل ما لدينا من مسؤوليات هامة لنأتي هنا لنكون مع الأهم أنتم وكلنا هنا في خدمة الفقير المعوز المحتاج، لأن لهم علينا حق ولأننا نتلقى المرتب أيضا، ولكننا نسعى إلى ما هو أسمى بأن يجزينا الله سبحانه وتعالى جزاء ما نقوم به في خدمة هؤلاء الأشخاص بإذن الله تعالى. الأمم المتحدة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الذي أمثله أنا شخصيا في المنطقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي أحد مؤسسات الأمم المتحدة، ولكن لنا طبيعة خاصة إذ أن جوهر عملنا هو تنسيق الجهود الإنسانية، وهذا العمل أو هذا التنسيق لا بد له أن يصل إلى مستوى أعلى مستواكم أنتم الشباب. حتى هذه اللحظة لا يوجد هناك وصول إلى هذا المستوى العالي القمة من الأداء الذي أنتم فيه. أرى أمامي اليوم ليس 210 متدرب أو شاب، وإنما أجد أمامي 210 مبادر، 210 فرصة حقيقية لكي نصل بالعمل الإنساني إلى مستوى أكبر وأعمق وأوثق. عندما استمعت إلى بنت بلدي فلسطين ولا في مبادرتها مع الأطفال المتسببين من المدارس وإعادتهم إلى المدارس، هي تحاول أن تعيد الحياة إلى شرايين قد قطعت بسبب الاحتلال وبسبب ما ورد عليه. عندما أسمع عن معاناة ابن بلدي الثاني في اليمن الذي لا يستطيع المرور من اليمن عبر المهرة إلى عمان، فإنني أعرف حجم المعاناة، وقد خدمت في اليمن أنا شخصيا هناك وأعرف ماذا يعاني أهلنا هناك. الكل أراد الوصول إلى هذا المكان حيث الفرص. نريد الوصول إليكم أنتم هناك حيث الواقع. الأمم المتحدة تعمل جاهدة على العمل معكم. أنتم تمثلون العمل الإنساني الحقيقي إذا ما ذهبتم إلى بلدانكم عائدين لتنخرطوا في صفوف المؤسسات الدولية والمحلية كموظفين، ولكن ما نصب إليه أن تعودوا إلى أوطانكم إلى مجتمعاتكم لتعيدوا بناء النسيج الاجتماعي الذي مزقته ويلات ما نمر به في المنطقة العربية على وجه التحديد، ولكن في كل المنطقة التي ننتمي إليها. إننا هنا كشباب نحاول ونريد أن نعمل معكم، أن نأخذ منكم، أن نسمع إلى صوتكم وأصواتكم. سنكون منفتحين وسنوصل الرسالة إلى كافة مكاتبنا في المنطقة لكي نسمع ما هي برامجكم. وأوجهكم هنا إلى أن برنامج الأوتشا الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لديها برامج للمنح أو لتمويل المشروعات الصغيرة في المجتمعات المختلفة. أرجو أن تتواصلوا مع مكاتب الأوتشا الأمم المتحدة من خلال المؤسسات المحلية والوطنية لكي تعرضوا هذه المشروعات التي لديكم فرصة حقيقية في إدارتها وتنفيذها من خلال المتابعة من خلال هذه المبادرة، وهي خير إيصال لعملنا وخير إيصال لما نريد. هذه المشروعات إذا ما وجد من يرعاها فهي هذه الفرصة التي نحن بصددها اليوم في هذا الإطار. أعتقد أن قيادة العمل الإنساني التقليدية من خلال الموظفين
قد ولت وولى مستقبلها. نريد مبادرين حقيقيين يأتون من رحم المعاناة ليعطوا فرصة للأمام للجيل القادم. إذا كان من بينكم أميناً عاماً للأمم المتحدة خلال 20 سنة، نعم، فأعتقد بأنه سيكون الكثير الكثير منكم ممن يقودون ويدعمون هذا الشخص إلى الأمام. ولكن نريد توجيه للتمويل الذي يدعم هذه المبادرات كما هو اليوم، وهذا الاستثمار الحقيقي الذي نراه في الدوحة. شكراً للدوحة وشكراً لكم على وجودكم هنا، وأتمنى أن يكون المجلس الاستشاري في العام القادم أغنى وأثرى مما كان في العام الماضي. شكراً. تحديات. كان عندي محاضرتين قبل ما سافر الشهر ده، مش عارف ولا إيه. واحدة كانت في جامعة ليستر في برمنغهام. الأولى كان اسمها أنا سأكون رئيس. I will be the president. Serious. أنا مش بهزر. كانت تحت. سوري. أنا بقولها. سامعين يا لواء؟ سامعين. كل سنة. إيه الفرق بيننا وبين أوباما أو كلينتون أو ترامب أو توني بلير أو تريزا مي؟ أبدا. احلم كما كان يحلم ابن عبد العزيز. كانت له نفس طواق، أراد أن يتزوج ابنة عمه وتزوجها، ثم طاقت نفسه إلى إمارة المدينة ومكة فنالها، ثم طاقت نفسه إلى الخلافة فنالها، ثم طاقت نفسه إلى الجنة فنالها بإذن الله. المحاضرة الثانية أنا مؤمن ولا مسلم، كانت في جامعة كيل في يا شباب، فنحن مؤمنون أم مسلمون أم مسيحيون أم إلى آخره. العرض هذا بمقدار ما أنجزت من أجل المجتمع، لكي ننتقل إلى حديث عملي عن القضية السورية. نخلص الطاقة. السلام عليكم. لا يخفى عليكم جميعا أن الأزمة السورية يعني تعد من أكبر الأزمات في الوقت الحالي، حيث ما قال خالد خليفة أن نصف الشعب يعتبر بين نازحين ولاجئين. هذه الأزمة لها أضرار جسيمة على الشعب ككل وعلى فئة الشباب بشكل خاص. وحسب التقرير البنك الدولي أن الأضرار الجسيمة أن إذا انتهت الحرب في هذا العام، فإن الأضرار الناتجة من هذه الأزمة تحتاج إلى 7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لإعادة بناء الجمهورية السورية خلال 20 سنة. فهنالك الكثير من هذه الأضرار، وجميع شعوب العالم تعود إلى الشباب وخاصة الشباب السوري في هذه الأزمة. لذلك إحنا كدولة قطر وبالأخص صندوق قطر للتنمية أخذنا على عاتقنا مسؤولية الدعم لهؤلاء الشباب، فتم إطلاق مبادرات ومن أهمها هذه مبادرة كويست للتعليم. فتم إطلاق هذه المبادرة لتعليم الشباب وسد الفجوة من هذه الأضرار الناجمة من هذه الحرب. وبالنسبة لنا إحنا كصندوق قطر للتنمية سيجري العمل بإذن الله على إطلاق مبادرات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي. إحنا بالنسبة لنا كصندوق نؤمن بدور الشباب، فالشباب هو الذي سيقوم بإعادة بناء هذه الجمهورية السورية. إخواننا في سوريا هم الذين بيقومون ببناء المجتمع، إن شاء الله بإذن الله تنتهي عما قريب بإذن الله. لنا كم ساعة نقاش؟ مين المنظم؟ ممكن 55 دقيقة عشان بس ألتزم. ها؟ بس 20 دقيقة.
بعد كل الكلام التحديث ده كنت جاي بعد كل ده خليني تقول كيوان ونقول كيو. طيب حنا الميكروفونات لو سمحتوا على الجناب وناخد من الجانب الايمن والاوسط ثم الايسر. مين عايز اي مداخله بس تكون يعني ايه محدده للشخص اللي حنيته عايز اساله. اخونا هنا هو اللي رافع ايده نظارة، أنا مش بشوف النظارة، مش من النظارة. أوز أوز. السلام عليكم. طلال من اليمن، مشارك من السنة الماضية بنيشا 2017 وحاليا طالب في معهد الدوحة ومشارك كخريج في نيشا 2018. سؤالي لك للدكتور هاني البنا، إلى أي مدى نحن بحاجة إلى معالجة الأسباب بدل من معالجة النتائج في سياق العمل الإنساني؟ ونأخذ كمثال حالة اليمن وأرقام مثل 75% من الشعب اليمني بحاجة ماسة إلى توفير الغذاء و 14 مليون شخص في اليمن يفتقر إلى الماء النظيف وكثير من الأرقام التي أدركتها برنامج الغذاء العالمي والمؤسسات التي تشتغل في اليمن في ظل شعب جائع مريض ومقتول. شكرا. أنا طبعاً السؤال ده لازم أخبر مني في الجلسة فحيجاوب عليه هنا خالد خليفة لأنه أخبر مني وأخبر مني على الإجابة. سؤال تاني من الوسط. تعال بس أنا بتنازع عن حقك. مش مهم. أيوه هي شايفينها وبعدين في حد مننا ناخد ثلاث أسئلة. أنا مش بتهرب من الإجابة. أنا عندي إجابة بس هو عنده إجابة أقدر بالإحصائيات. موافقني؟ شكرا جزاك الله. وأنا ياما إني زيك برضه. تفضلي. السلام عليكم. قرار ما عم بيأمنوا بال 210 فرص أو 210 ثورة الموجودين هون بالقاعة. فهي شغلة. وشغلة تانية أنا بدي أحكي على سوريا، بسوريا نحن كشباب في كتير مبادرات عم بتصير خاصة. تنموية للاجئين للتعليم لتمكين الشباب، بس كلها مبادرات جدا بسيطة جدا خاصة، وبيعود هذا السبب لعدم إشراك صناع القرار أو عدم إيمانهم بإدراكنا أنه نحن نشارك بإعادة أعمار البلد. وأكبر دليل على مؤتمرات إعادة الأعمار اللي عم تصير برا ببروكسل وببيروت بدون إشراك لأي عنصر شبابي بهالمؤتمرات. وشغلة ثالثة، أنا كنت بتمنى من قلبي إنه يكون على هالبانل في عنصر نسائي عم يحكي عن transforming humanitarian action، لأنه حتى يكون عنا complete transformation لازم يكون في عنصر نسائي، لأنه بلاهم نحنا ما فينا نسوي شيء. شكراً. أنا أمثل النساء. شفت الاخوات انطلقوا دي اختي بالاول هنا دي فرصه بس عشان ايه هو يتكلموا. اتفضلي وبعدين نرجع ايه نجاوب على الاسئله لو حد عايز يرد عليه. اتفضلي نور. السلام عليكم. خلود بيني من تونس، مشاركه سابقه في ميشا وحاليا عضو فريق استشاري. قبل كل شيء حبيت نشكركم على كلماتكم المحفزة لأنكم أصحاب خبرة وإحنا نحب نستفيد من خبرتكم. تعليقي فقط على الأستاذ، شكرا على كلامك، قلت الشاب لازم يحلم ولازم يقدم ولازم نفسه تتوق إلى الأعلى وتكون همته عالية، صحيح، ولكن هوني عندي تعليق بعد. ولكن الحلم وحده لا يكفي، الحلم لازمه باش تحققه لازمه إمكانيات، وهذه أهم حاجة هي الإمكانيات. العديد من الشباب في تونس والعالم العربي عندهم برشا أحلام، ولكن الإشكال هو في حرمانهم من الأساسيات، كما هرم مسلو. لما تكون الشاب محروم من الأساسيات مستحيل يفكر في الإنجاز، مستحيل يفكر في غيره، لأنه همه فقط هو توفير الحاجيات الأساسية. يعني الإشكال في العالم العربي ليس في الحلم وليس في لأن الشباب العربي عنده الإمكانيات والقدرات، ولكن الإشكال هو في عدم توفير الإمكانيات. وكما قالت الأخت، صنع القرار كأنهم مش موجودين. يعني الحلم وحده
للأسف. شكرا. شكرا. بس أنا هرد عليكي بسيط. الغاسة الإسلامية بدأت من 34 سنة 35 سنة بدون إمكانيات على الإطلاق، لا مكتب ولا ميزانية ولا شخصية أي شيء. إذا كان عندك حلم حققيه وستستطيعين أن تجدي الإمكانيات، قدرتك كشابة وقدرتك كإنسانة وإنسان قادر على أن يصنع الإمكانيات. الرسالة في مصر بدأت المؤسسة كبيرة دلوقتي، بدأت كفكرة في الجامعة لكي تصبح من أكبر المؤسسات اللي موجودة في مصر بمئات الملايين إن لم يكن أكثر من كده. حين أن توجد الإمكانيات وسيأتي الناس، إذا زاد الإيمان عمقا في قلبك سيلتف حولك الناس، وإن التف حولك الناس ستزداد إمكانياتك. وما الرسول صلى الله عليه وسلم إلا كان فردا استطاع أن يغير العالم وليس قريش أو أمة أو إنساني. ولو لم نتعامل مع القضية الأساسية اللي هي المشكلة السياسية نفسها، وهذا يتطلب جهد كبير جدا، أعتقد أن المبادرات الصغيرة تتواصل إلى الأبد دون أن نصل إلى شيء. القضية الفلسطينية مثلا، هل يمكن حل القضية الفلسطينية عن طريق المبادرات الصغيرة؟ يمكن أن توجد أمل لبعض المجموعات، لكن لن تحل القضية الكبيرة نفسها. نفس الشيء ينطبق على اليمن، نفس الشيء ينطبق على سوريا، نفس الشيء ينطبق على ليبيا. هي كلها مشكلات سياسية يجب على المجتمع الدولي الذي فشل حتى الآن في الوصول إلى آليات لحل تلك المشكلات من التعامل معها. لو لم يتم ذلك مثلا في القضية اليمنية، أعتقد أن المبادرات الصغيرة على مر الزمن لن تحدث التغيير المطلوب. فمتفقين تماما أنه يجب التعامل مع الأمراض وليس الأعراض. شكرا. عندي مداخلة بين الربط ما بين الحلم الحقيقة والدكتور وقضية الواقع. في شاعر يقول: كان حلما فخاطرا فاحتمالا ثم أضحى حقيقة لا خيال. أي نجاح، وأنا على مدى سنوات طويلة طفت بلدان كثيرة ورأيت مشروعات كثيرة، بدأت بحلم وفكرة ثم تبعتها عزيمة لا تلين. أنا حين ذكرت قضية نابليون في جرب وتعلم ويحاول، إنما كان بيكسر قواعد التي استطاع التي لم ينجح غيره في كسرها. ولد صلى الله عليه وسلم يتيما، موسى كان يتيم، الإمام مالك كان يتيم، الإمام الشافعي كان يتيم، الإمام أبو حنيفة كان يتيم. كل هؤلاء غيروا واقع الدنيا من يتم وفقر كانوا فيه إلى أن أصبحوا أعلام. والحقيقة الجزء الذي تستطيع به أن تغير نفسك وتغير من حولك وتغير مجتمعك يبدأ بإني لن أتعامل مع المشكلة ولكن سأفكر في الحل. والحقيقة أنا مرة ثانية، يمكن إحنا فكرة نشأة الأكاديمية الإنسانية للتنمية هات كان هدفها إنه إحنا عايزين نتعامل زي ما قال الأخ الفاضل في قضية جذور المشاكل. إحنا عايزين الشخص يؤهل للتغيير. أصبح العمل الإنساني الآن زي مهنة الطب ومهنة الهندسة ومهنة مهنة المحاسبة، أصبح علم لابد أن يكتسب فيه الإنسان خبرات متراكمة ويغير تريننج كورسز أو الكوتشينج أو المينترينج. كل دي وسائل علشان نقل الخبرات. والآن مشروعاتنا الأساسية هو كيف التعامل مع المؤسسات المحلية حتى تصبح مش مستغنية عن حكامها وحكومتها، بل مستغنية عن المنظومة العالمية كلها بإنشاء خبرات مكتسبة محلية. وأظن
لو أنا قدر لي أن أعيش سنوات سأرى فيكم من قبل التحدي وبدأ يتحرك بأن أنا وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تأتي به الأوائل إن شاء الله. الإجابة مش على طلال، على الآخرين مسموح الآن برضه يعني إحنا وأنا في كنتي. الصبية السورية اللي تكلمت ما في البانل ولا سيدة مزبوط، بس في 4 أو 5 على الأقل منا إحنا يعني ملتزمين الالتزام تماما بأنه لا يمكن إلا أن نعمل سوية ولا يمكن للآخر لا أحد أن يستغنى عن الآخر. فدكتور هاني التزم بذلك والتزم أنا كمان يعني بنفس الموضوع. سأحاول أن أجيب على موضوع الموارد. أنا وجهت في المداخلة التي تحدثت فيها إلى الإمكانية الموجودة في بعض البلدان لدى الأوتشا من برنامج سيرف، وهو دعم المبادرات ودعم الأنشطة لتدعيم المجتمع المحلي. وهي مرة أخرى للتوضيح هي أحد الموارد التي يمكن أن تكون متاحة للكثير من هذه المشروعات من أجل القيام والعمل على تنفيذ هذه المشروعات. في بعض الدول الحمد لله لا توجد الأزمات ونحن غير موجودين، ولكن هناك أيضا بدائل أخرى يمكن لهذه المنصة أن توفر التعاون والتنفيذ المشترك حتى عبر الحدود، وإن كانت من أصعب الحدود في العالم هي الحدود بين بلدان العربية للأسف في هذا الموضوع. ما أريد أن أقوله في موضوع الحلم أو الواقع بأن الحلم إذا لم يبنى بنشاط وباجتهاد من الشخص سيبقى حلم يستيقظ عليه ويجد أنه قد فاتته الفرصة، لكن الحلم إن تم احتواءه وتم رعايته بهذه الطريقة لن يبقى حلما وسيجد الطريق إلى التنفيذ. وهذه توصية أيضا أعطيها للأخوة في ميتشا، إذا اقترنت هذه المبادرة في السنوات القادمة بإيجاد تمويل لتنفيذ المشروعات المميزة والتي يمكن لها فرص النجاة والنجاح، فأعتقد أن هذا يمكن أن يكون تكامل حقيقي ما بين بناء القدرات والبدء في العمل المجتمعي التنفيذي. شكرا. أنا إذا تسمحوا لي عندي تعليق على ما تفضلت فيه الأخت من سوريا بخصوص أن صناع القرار غير موجودين أو غير لا يتم مناقشتهم من قبل الشباب، يعني الاجتماعات هذه تصير دائما بين الشباب. أنا بالنسبة لي وأنا أعتقد أن صناع القرار ممكن يتغير قرارهم بإصرار الشباب. إذا كان في حرص من الشباب على تغيير هذه القرارات فإن صناع القرار سيقومون بتغيير آرائهم. وأنا يعني منكم من الشباب وعندي مثال على ذلك. عندنا الأخ خليفة الكواري مدير عام صندوق قطر التنمية وهو يعتبر من الشباب أيضا، دائما يكون فيه يعني نقاشات، وإذا أنا أصريت على رأيي يكون فيه بعض التغييرات أو التفهم من صناع القرار حسب إصرارك أو إيمانك باللي أنت تقوله كشاب. هذه بالنسبة لي. جزاكم الله خير. طب ناخذ هذا الراوند ده الأخوات غزل بالرحمة. كل الأسهم في يعني في ديسكريميشن أجينست من هاخد أخ وبعدين هاخد أخت. الناحية دي مبقاش إلا أختي بس. لا في أخ ده اللي ورا الأخ ده لابس أحمر ده. أنا مش شايف. أيوه أنت شايفه؟ طب اطلع يا أخ. أيوه كده مظبوط. بوش أمدة من السودان. تفضل. بسأل من متى استمرت الدكتاتورية في الشرق الأوسط وإفريقيا؟ يكون الدكتاتوريات أغبى لتقييم مفهوم الشباب في التغيير في الديمقراطية في الحرية في طرح مشروعاته على مستوى الدول السدي. أغبى الشباب الأكبر في شرق إفريقيا وشمال إفريقيا وشرق الأوسط الدكتاتورية الممارسة من الحكام ذاته، ما من برا ولا من غير، من الحكام ذاته يتم ممارسة الدكتاتورية كبد الحريات وإلى شهر وذلك إلى أن يتم تنفيذ أحلام الشباب
يجب هجرهم إلى أوروبا إلى الأوزر مكان انتقلهم إلى الحرية والكرامة الإنسانية. شكرا شكرا لكم النافر. طيب فضلي فضلي أنت يمنية؟ أنت غازو يمني ده ولا بس ما فيش قات هنا. اديها الميكروفون. اولا السلام عليكم. طبعا نسرين احمد من اليمن تحديدا من عدن. حابه فقط اقول انه احنا اللي نصنع التغيير، احنا اللي نصنع الانسانيه ذاتيا. صحيح انه في بلادنا يعني فيها حروب وكده، بس احنا المفروض ما ننظرش الى الجانب السيء بقدر ما احنا مفروض ننظر الى الجانب الايجابي. يعني انا كنسرين يعني اذكر انه في ايام الحروب كنت والله ارتب حابه يكون في عندنا في عدن تيدكس الجامعات، ويطلبوا مني ان احنا ناجله واقول لا، هذه يعني شيء انساني، المفروض احنا نوصل صوت العالم. ويقولوا لي بالامل انه لا عندكم حروب مفروض يتاجل تيدكس جامعات، اقول لهم لا حابين نقيمه. لغايه ما سقطت قذيفه يعني بجانب يعني مكان مؤتمر فندق ميركيور، انتهى الفندق. قلت لهم خلاص لهنا المؤتمر ينتهي لانه مكان الحدث انتهى تماما. لكن والله العظيم الحلم من هنا ما توقفش. حاولت ان احنا نوصل يعني نقول للناس انه ما احنا ما نيأس، لازم نحاول. ضليت والله العظيم 3 سنين احاول اني اطلع من اليمن، نحضر مؤتمرات، نوصل رسالتنا للشعوب. لغايه هذه السنه ما قدرت يعني، طبعا حد قدم لي او شيء، حاولت في النت اقدم مؤتمر انسان لغايه ما وصلت اليوم رغم التعب اللي لقيناه. يعني كنت اتمنى اسافر دوله والله العظيم مع هذا المؤتمر. سافرت 4 دول، مرينا من مطار عدن للقاهره للاردن لغايه ما وصلنا للدوحه. وكلنا احنا الشباب اليمن لما وصلنا يعني الاهل خرجت مننا كاننا يعني كده يعني بصوت عالي. فاحنا عندنا شكرا لليمن، دائما اليمن تحمسنا ان شاء الله، بس ده من غير قات. ها شكرا. انا علاء من تونس. نحب نشكركم اولا على الكلمات التحفيزيه والتي من شانها ان تزيد حماسنا للمواصله في طريق العمل الانساني. اود ان نواصل في نفس السياق ونؤكد على المقولات التي تم ذكرها من خلال العوده قليلا او كثيرا في الحقبه الزمنيه الى ما قبل الميلاد، الى مقوله الى القائد القرطاجني حنا بعل الذي قال اذا لم طريق فنحن سوف نصنع واحدا. If we cannot find a way we will make one. هؤلاء الشباب، هؤلاء 210 شابة وشاب لديهم الرغبة في التغيير والرغبة في المشاركة في العمل الإنساني، لكن المشكل المطروح هو في الغالبية الساحقة أو السواد الأعظم من الشباب العربي الذي لا يهتم لا بالعمل الإنساني ولا بالعمل المجتمعي ولا بالمشاركة في الحياة. هذا الدرب يعني تقريبا انا كنت من المستفيدين من عديد برامج تعزيز مشاركه الشباب في الشان العام، لكن ومتاكد انه اغلب الموجودين هنا يعني شاركوا في برامج سابقه، لكن كيف يمكن ان نصل الى اعلى نسب من الشباب العربي؟ هذا هو. شكرا. في 3 اسئله بس هنجاوب على 3 دول بعد نرجع ثاني. ففي سؤال سياسي، التغيير السياسي داخل المجتمعات، وفي سؤال كيف نزيد اشراك الشباب. انا مش عايز استاثر ان اتكلم. وفي تعليق بالاخت اليمنيه جزاك الله خير. فمين ياخذ السؤال السياسي اللي هو انا يعني انت يعني انا اللي هاخد اللي مش عارف ايه هو اي تغيير لابد ان نشترك فيه، فارق ما بين الثورة وبين التغيير. لذلك أنا ما قلت في الأول المحاضرة اللي أنا سأكون رئيس، سعوا كل ما ذكرت من أسماء أنهم أصبحوا رؤساء فغيروا المسيرة بتاعت مجتمعاتهم.
بدل ما نقول ان احنا عندنا حكومة اكس ولا واي ولا زد ولا اخر، انا اشترك في المحافل داخل المؤسسات التي تستطيع ان تجعل مني احد القادرين على احداث من خلال الدوائر الرسمية او الشعبية او الاجتماعية داخل الدولة. ده انا من رأينا، لان عايزين نعمل ثورة، ثورة لها مجالات اخرى، ثورة لها وثورة من غير قائد بتبقى فاشلة. في بعض الثورات طلعت في بعض الدول قالوا احنا ثورة من غير قائد، ازاي تبقى ثورة من غير قائد؟ الثورة لابد يكون لها قيادة ولابد كذا وكذا وكذا. فلذلك التغيير لابد من خلال. شكرا دكتور. هو فعلا سيكون اكمال ان شاء الله، يعني المقولة التي تقول ان الفقر لا يصنع ثورة، وانما علم الفقير بفقره هو الذي يصنع الثورة. وهنا لا أتحدث فقط عن الثورة العسكرية ولا السلاح، وإنما ثورة في كل المجالات المختلفة. العلم والمعرفة هما القائد الذي سيقودك إلى مواجهة الدكتاتورية والعنصرية والاستبداد والتحييد وعدم الإشراف وكل هذه الأمور. إن مبادرتك وعلمك وتعلمك لكل هذه المجريات هو الذي سيجعل من الدكتاتور عاجز عن قيادتك والاستبداد ضدك. إن المعرفة والوصول إلى ذلك. لذلك إن من يسمح لنفسه بأن يبقى جاهلا في الظلام سيستعبد وسيستبد وسيجهل. أما إن حصلت على العلم والمعرفة والقدرة على ذلك فلن يستطيع، طالما أن الدكتاتور والمستبد يعرف أن من يستعبد لا يعرف فسيظن بأن ذلك هو الأمر الطبيعي. فذلك الدكتاتور الذي اعتاد بأن يجلد كل مواطن من بلده كل صباح عندما مرض وجلس في المنزل، اصطف الناس على باب المنزل غير قادرين على ممارسة حياتهم اليومية إلا أن يجلدوا، لأنه أصبح لديهم هذا أمر طبيعي وظنوا أن الجلد كل يوم صباح بدونه لن يكون لهم حياة. هل نسمح بذلك؟ إن سمحت بذلك فابقى تحت الدكتاتورية، إن لم تسمح بذلك فتعلم وكن غير جاهل. شكراكم الله. السؤال الآخر من يجاوب عليه اللي هو بتاع زيادة مشاركة الشباب في العمل الإنساني. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. فقط جملة واحدة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المجتمع حولك مش هيتغير إلا ما أنت شخصياً تتغير. في الحقيقة بعض البرامج أنا بمدح بأطلب من الشباب إن هم يحاولوا يشاركوا فيها أو يصنعوها إن لم تكن موجودة في بلادهم، ودي جربناها في عدة بلاد بتعظم قيمة العمل الخيري، وجربناها في بلاد لم تكن العمل الخيري ناضج بالكيفية التي في بلاد الغرب، وأقصد بذلك الانترنشيب بروجرام. إذا استطعت أن تحول الكلام النظري الذي تقرأه وتسمعه إلى برامج عملية، وأنا بقول الدكتور هاني كان بيتكلم في بداية كلامه عن زيارته لبلوشستان ووسط أفريقيا، قضاء يوم واحد، وأنا بقول هذا الكلام نتيجة خبرات طويلة، قضاء يوم واحد في فيلد أوفيس في مكان تنفيذ مشروعات يساوي أكثر من شهر في الجلوس على المكاتب. وأنا بنصح الإخوة إنه يبدأوا من أسفل السلم، يتحركوا بالمشروع البسيط الذي يرى فيه أثر مباشر على الشخص الذي يحتاج. ما 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 موضوع أن نبدأ بذرة عمل خيري بسيط قائم على تفاعل الفقير. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بيقول للشخص أعطيه فأسا فليحتطب ثم علمه أن اليد العليا خير من اليد السفلى، كان بيجعل هذا الشخص اللي جاء يطلب المال بدل ما يقف في المسجد وكل واحد يعطيه القرش والقرشين، إن اداله فأس
وقال له روح احتطب وتعالى هات الخشب وبيعه وهكذا. الأمثلة البسيطة هذه هي التي نريد أن نحركها. أنا بقول إحنا عندنا وأنا على يقين من هذا، هذا المؤتمر اللي هتبقوا فيه هيبقى فيه أفكار كثيرة جدا في خلال الثلاثة أيام أو أربعة أيام القادمة. خد فكرة واحدة وابدأ بها وحاول أن تنفذها في المجتمع البسيط الذي أنت فيه، وستجد أثر ذلك تغييرا في نفسك أولا ثم في المجتمع الذي أنت تعيش فيه. آخر 30 ثانية 40 ثانية 45 ثانية عشان الكارت الأحمر جاي. حاضر. هو بس تغيير لدفة الحوار شوية. أنا أتمنى أن النتيجة النهائية للمبادرات لا تقتصر على أن الشباب تعيش وتتعايش، لأن لو كان هو هذا سقف الطموح أعتقد أنه مش هيكون في أي تغيير في المستقبل. أتمنى أن المبادرات التي سنصل إليها تكون طويلة المدى وسنوبول، تكون قادرة على أن تكبر وتحدث التغيير الأكبر. نقطة أخيرة، أعتقد أن المجموع مع بعض محتاجين إلى تغيير عقلية المانح شوية للتعامل مع السوفت وير، القضايا اللي هي القادرة على إحداث التغيير الجذري. يعني احنا ممكن نأكل في الناس ونشرب فيهم ونعمل خدمة مجتمعية إلى الأبد دون إحداث تغيير. ما سيحدث التغيير في قضية الروهينجا ولا في القضية الفلسطينية مش هو الأكل والشرب والإيواء، هو العمل على الجانب السياسي، العمل على الجانب غير الملموس اللي المانح ما بيحبش يموله، وده محتاج إلى تغيير كبير جدا للوصول إلى النتيجة. ويجب أن نغير من فكرة العمل الخيري إلى العمل الإنساني، إنه هو يكون شيء أكبر من مسألة الدور في المحيط الصغير اللي حواليه. شكرا. بس أختم عشان خاصة الكارت الأحمر طالع عوض من النصة وأنا حقق حومة جنب الكارت الأحمر. تعال يا كارت، كارت أصفر وكارت أحمر. الكلام بيتكلم فيه أخونا خالد ده في منتهى الخطورة. احنا مش عايزين نكون أمة تعيط وتبكي وتولول وتلطم، لا ابدا ابدا ابدا. عايزين تكون أمة اننا نغير ونبني من خلال بناء القدرات، من خلال الابحاث، من خلال عمل تنموي حقيقي. تنمية مش مشروع، تنمية برامج، في كل برنامج منها مشاريع. اللي يعلمكم بيعلمكم غلط، يروح ياخد صورة في مشروع بقول لك ده تنمية أبدا. تنمية برنامج ومسيرة سنة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة، ولابد انتوا تغيروا عقلية المنح زي ما كان بيتكلم أخونا خالد. الدكتور حسام بيعاني، ما عندوش فلوس عشان الأكاديمية، الناس مش مهتمة بالتعليم، مش مهتمة بالعلم، مش مهتمة بالتدريب، مش مهتمة بالمناصرة اللي اسمها أدفوكسي. وربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه كده برضه قال ولا يحض على طعام المسكين، الحظ هو المناصرة والأدفوكسي. إذا كان ربنا أقرها من 1400 سنة من نحن لكي لا نطبقها؟ أكل شرب نيم لبس جزاكم الله خير. وماذا بعد؟ الحمام، هذا الحمام. فلذلك وأنت تتحدث مع قادة المستقبل وأنت منهم لابد أن تقول ماذا؟ ماذا؟ ماذا أقول بأدمعي؟ ماذا بعد؟ فلذلك التنمية، المناصرة، المشاركة، البناء المجتمعي وبناء قدرات مش ورشة عمل. اوعوا تفتكروا ان بناء القدرات ورشة عمل كده يا خالد، مش كده يا مصطفى؟ ورشة عمل ده جزء من بناء القدرات، جزء جزء جزء. فلابد ان تتعلموا العلم من اهل العلم. بسم الله ما شاء الله عندكم مجموعه، امسكوهم ما تنيمهمش، احبسوهم ما تحرجوهمش، ها جوعوهم ما تاكلوهمش. ها عايز تتكلم انت؟ خلاص من حقك تتكلم.
لا لا خلاص. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا لرئيس المحافظة العاصمة الدكتور حامد بنا وضيوفنا الكرام الدكتور إياد نصر والدكتور حسام سعيد والسيد سلطان العسيري والسيد خالد خليفة. أود